اي نعم، ها تمام. اهلا وسهلا، اسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام، متسابقينا الكرام في ليالي من ليالي الماراثون على قناة بداية العظيمة. مثل ما تعرفون جميعا الشهر هذا شهر اكتوبر. ابغى واحد من الشباب بس يعطيني العنوان العريض لشهر اكتوبر. سرطان الثدي. ممتاز يا عبد الله، سرطان الثدي يعتبر هو العنوان العريض شهر اكتوبر. مثل ما تعرفون سرطان الثدي منتشر بشكل عجيب في مجتمعنا، فمن الواجب علينا جميعا نشر التوعية عن هذا المرض. ممكن اي واحد فينا ممكن نصيب فيه من عائلته، امه، اخته، خالته، عمته، فمن الواجب علينا ان نوعي عن سرطان الثدي. حياك الله مالح. بداية بناخذ مشاركة من أحد الشباب المتواجدين معنا. أخوي ناصر تفضل. حياك الله ناصر. أنا أبغاك بس تعطيني كلمة توعوية. ممكن أنت من الناس اللي ممكن أصيب أحد من عائلتك أو تضررت، أو ممكن المرض هذا أثر عليك بشكل نفسي يعني، فتفضل عطنا كلمة للمشاهدين وللمتسابقين. أول شيء الله يمسيكم بالخير أخواني المتسابقين والسادة المشاهدين. المرض هذا مرض منتشر بكثرة، وأنا أنصح وأنبه جميع النساء سواء الأمهات، الأخوات، الزوجات، كلهم الفحص المبكر، لأن المرض هذا منتشر بشكل خيالي. أنا حصل لي موقفين للمرض هذا، نسأل الله أن الله يكفاكم شر المرض هذا أنتم وأهلكم واللي يعز عليكم. الموقف الأول كان مع والدتي، طبعاً طلع فيها المرض هذا، وحين ما كنا ندري في البداية لأن ما كان عندنا توعية اللي هو الفحص المبكر، تلاحقنا الموضوع يعني الحمد لله، ووصل مرحلة متوسطة ما هي متقدمة اللي هو وصل مرحلة الاستئصال. الحمد لله يعني ما وصلت مرحلة الكيماوي ولا الإشعاعي ولا الأمور دي، اللهم لك الحمد. الحين على فحوصات كل 3 شهور، كل 6 شهور لازم تجي لها فحوصات وأشعة وكذا. الله يسمعكم إن شاء الله ولا يريكم مكروه ولا من يعز عليكم. الله. الموقف الثاني حصل لخالتي، طبعا كان في نفس الوقت هي وأمي، المرض معها كان متطور شوي، وصلت المرحلة اللي هو الإشعاعي الكيماوي. يعني الحمد لله على كل حال ما استطعنا أن نتلاحق الموضوع، فهي توفت. ومن هذا المنبر أحب أن كل من يسمعنا خلف الشاشات ولا الأخوان المتسابقين يدعو لها بالرحمة. الله يعطيك العافية يا ناصر، ويشفي والدتك ويرحم إن شاء الله خالتك، إن شاء الله يسكن في جناتك. الله يسلمك. الآن ننتظر بس اتصال من، تعرفون ما أنا ماني بأخصائي ثدي، لكن ننتظر الاتصال لأن جينا من أخصائي في سرطان الثدي والأورام، لكن الآن بناخذ مشاركة من الأخ الحبيب سلطان الراجحي. استاهل الطيب. حياك الله يا سلطان. الله يحييك. يا اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه فقرتك الجميله. ممكن انت من الناس اللي عشت المعاناه، انا وممكن يعني المعاناه طولت معك، ممكن الى الان انت تعيش نفس المعاناه، فحدثنا عن معاناتك. والله المعاناه هذه صارت مع والدتي انا بعد، الله يرحمها ويغفر لها. كان عندها برضه سرطان الثدي واستأصلوا لها، طبعا بعد الكيماويات وبعد الامور هذه كلها استأصلوه. أنا أنصح من هذا المكان، أول شيء الله يرحمه ودعواتكم له يا جماعة. الشيء الأهم من هذا أنه الواحد يعني يحلل ويسوي التحليل هذه بدري. إحنا عندنا مشكلة أنه ما نأخذ التحليل لنحس بالتعب، لا، مفروض أنه كل فترة خلاص نعود أنفسنا أنه إحنا نروح نحلل. جميل. الفحوصات هذه لأنها جدا جدا مهمة. جميل. برضو عندنا واحدة يعني من قريبنا برضو نفس الوضع الآن واستأصلوا لها الثدي، وبس السلام عليكم. يا اهلا وسهلا، الله يعطيك العافيه سلطان، يغفر لوالدتك ويرحمها ويسكن في جنات. الحقيقه ان الموضوع ترى كبير جدا وانتشاره فظيع،
والسبب انا ما اعرف وش السبب ان الناس ما يعني ما تفحص. ترى الموضوع سهل جدا والفحص متوفر في جميع المستشفيات المملكه، مجرد ان الوحده تحجز موعد فحص تروح تفحص، يعني سهل جدا عليها. طيب ناخذ مشاركه اخيره من حبيب القلب فالح، تفضل. حياك الله يا فالح. يا اهلا وسهلا، على المبادره اكيد عندك كلمه. السلام عليكم ورحمه الله. اولا الله يعطيك العافيه على هذه المبادره. الله يعافيك طول عمرك. عشان يكون في تذكير بالموضوع يدعون المصابين. المرض هذا مع والدتي من فتره طويله، السرطان. اللهم امين. ولا عرفته الا بعد ما اجرت العمليه. حتى من قبل العمليه ما كنت ادري ايش فيها، ولا كانت تعلمنا يعني ان في هذا الشيء، الا بعد ما استأصلت نصف ورم. هو لا زال موجود لكن استأصلت نصف ورم، و الله يشفيها ويعافيها وينزل عليها الشفاء ان شاء الله، والجميع من يعاني من هذا المرض. عليكم قرآن ربي اول شيء، لان انا عانيت من ذا الشيء مع اهلي، بيني وبين اهلي، والشيء هذا مؤثر على فالح كثير، لكن احاول ما بينه. وقفتي هنا عشان العالم تدعي لوالدتي والجميع المرضى في هذا المرض، والله يشافيها ان شاء الله ويعافيها وكل مرضى المسلمين يا رب. الله يجزاك خير. الله يعطيك العافيه. الله يجزاك خير يا فالح، ويشفي والدتك ويعافيها ان شاء الله. وهذا اعظم بر انك تذكرها في برنامج يتابعه الملايين، وان شاء الله انهم يدعون لها. السلام عليكم دكتوره مها. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، حياك الله دكتوره مها في قناه المجتمع، قناه بدايه. يعطيكم العافيه ويسعدني ويشرفني استضافتكم. يا اهلا وسهلا دكتوره مها، استاذ مشارف قسم الجراحه العامه بكليه الطب بجامعه الملك خالد، استشاري جراحه عامه وجراحه اورام الثدي والغدد الصماء. حياك الله دكتوره مها. الله يسلمك ويبقيك يا رب. اول شيء اتشرف باستضافتك واشكر لك قبول الدعوه، وكلنا هدفنا عظيم جدا وهو توعيه المجتمع. ببدأ معك اللقاء بالسؤال الأول، وهو مسببات الإصابة بسرطان الثدي وكيفية الوقاية من سرطان الثدي. يعطيكم العافية جميعا وأشكركم على الاستضافة. قبل ما أبدأ وأتكلم عن المسببات أو العوامل المسببة لسرطان الثدي، عندي مقولة لازم دائما أقولها، أني أقول أنه نحارب السرطان معا. فتزامنا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، الشهر الوردي الذي يقام شهر أكتوبر من كل عام، جميع الحملات الصحية بجميع أنحاء العالم ومنها الجمعيات في المملكة العربية السعودية تقوم على تثقيف الناس حول الوقاية من سرطان الثدي وعلاجه. فمن هذا المنطلق حرصت كثير من الجمعيات والقنوات، ومنها قنواتكم يعني الجميل جدا واللي يشار لها بالبنان أنها تتكلم في هذا الموضوع، على ترأس مبادرة التوعية الصحية لهذا المرض من خلال إقامة أنشطة وحملات تثقيفية للوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث أن رؤيتنا جميعا نسعى نحو مجتمع خالٍ من سرطان الثدي، ورسالتنا دعم وتمكين المجتمع لمكافحة سرطان الثدي. فمن المتعارف عليه بأن سرطان الثدي هو أكثر أنواع سرطانات شيوعاً بين النساء، وهو ورم سرطاني ينشأ في خلايا الثدي نفسها والتي يحدث فيها تكاثر غير طبيعي مما ينتج عنه كتلة أو تكلس بالثدي، وقد تنتشر في المراحل المتقدمة من المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم عن طريق الأوعية الدموية أو الليمفاوية. حيث تشير الدراسات إلى أن امرأة واحدة من بين كل 8 سيدات معرضة لإصابة سرطان الثدي. سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في العالم بعد سرطان الرئة. السرطان الأول عالمياً بين النساء بمعدل 25% هو سرطان الثدي. نسبة الإصابة بسرطان الثدي في تزايد مستمر. في المملكة العربية السعودية سرطان الثدي هو السرطان الأول بين النساء. سرطان الثدي في المملكة العربية السعودية أكثر شيوعاً بين السيدات في عمر 40 وما فوق، لذلك الكشف المبكر يبدأ بعمر 40، لأن عندنا الفئة المستهدفة والانتشار المرض في هذا العمر. ممتاز دكتورة مها. سؤالي الآن، هل السرطان قد يصاب به الرجال مثلاً؟ بالضبط، أنه سرطان الثدي من العوامل، طبعاً لا يوجد سبب حقيقي للإصابة بسرطان الثدي، لكن هناك عوامل تزيد خطر الإصابة. ممتاز. أول حاجة نقول أنه كونها أنثى
بنسبة 1% ممكن للرجال الإصابة بسرطان الثدي، ويتبع علاج سرطان الثدي لدى الرجال نفس مبادئ تدبير العلاج لدى النساء. جميل جميل جدا. طيب يا دكتورة مها، في هذه اللحظات وهذه الأثناء نحتاج منك كلمة تحفيزية للمشاهدين لإجراء الفحص المبكر سرطان الثدي. طبعا اول حاجه انه احنا زي ما قلنا انه ما في سبب واضح، لكن هناك عوامل تزيد من خطر الاصابه، منها قلنا العمر، منها البلوغ المبكر لدى الفتيات، متاخر من قطاع الصمت، السمنه، التدخين، كل هذه عوامل تزيد من خطر الاصابه. فبعد معرفتنا باسباب سرطان الثدي او العوامل التي تزيد من خطر الاصابه، يمكننا بالمقابل الوقايه منه. منها أولاً إحياء السن النبوية بالمداومة على الرضاعة الطبيعية، كذلك اتباع نمط غذائي صحي متوازن مصاحب بممارسة الرياضة التي قد تنعكس فوائدها على جميع الفئات العمرية. أما الجانب الوقائي الأكبر نوصل الكشف المبكر عن طريق جهاز الماموغرام الذي يساعد على اكتشاف الورم السرطاني وهو صغير قبل أن تشعر به السيدة، وبالتالي عند اكتشاف السرطان مبكراً سيكون العلاج ناجحاً ونسبة النجاة من المرض تصل إلى 95% بإذن الله. لذلك الكشف المبكر مهم جدا بجهاز الماموغرام عند عمر 40 سنة، ممن لديه عوامل خطورة أخرى كالوراثة، التعرض للإشعاع في سن مبكر في سن الطفولة، يجب الكشف بسن أبكر من ذلك، يعني عند سن 30 عاما أو قبل كذا على حسب العوامل المؤثرة. جميل دكتورة مها، شاكر لك توضيحك الكامل عن سرطان الثدي وأسبابه. في هذه الأثناء لو حاب أي أحد من الشباب عنده سؤال يشارك فيه أو يتكلم عن الموضوع يقدر يسأل الدكتورة مها. تفضل فايز، عادي مكانك عادي. طيب. تقدر تسأل الدكتورة مها بالسؤال اللي السؤال يا طول عمر السلامة، إيش اللي يجيب هذا المرض؟ إيش السبب؟ السبب زي ما قلنا ما في سبب واضح، لكن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة، فبمعرفتنا بالعوامل الخطر نستطيع الوقاية من الورم، فالوقاية خير من العلاج. لذلك نصيحتي للجميع ورسالتي لجميع النساء والرجال يعني المصابين واللي عندكم عوامل خطورة، لا تنتظروا أبدا ظهور الأعراض، عليكم جميعا سنويا عمل الكشف المبكر، فهو بعد الله سبحانه وتعالى يجنب خطر هذا المرض ومضاعفات هذا المرض. الله يعطيك العافية دكتورة. تفضل خالد. ما هي الأعراض؟ كيف أعرف فيه في شخص فيه هذا المرض؟ سمعتي السؤال دكتورة مها؟ لا، ممكن يتكلم عن ما هي الأعراض اللي أعرف من خلالها أني مصاب بسرطان الثدي أو تعرف أنها مصابة بسرطان الثدي. طبعا وجود الأعراض معناته المرض في مراحل متقدمة. ممتاز، ما هي الأعراض؟ ألهم وظهور كتلة في الثدي، إفرازات الدم من الحلمة، تغير في شكل الجلد، وجود كتل في الإبط، كل هذه من الأعراض المتقدمة لسرطان الثدي. طبعا في يعني المراحل المتقدمة من الورم ممكن انتشاره للغدد اللمفاوية أو للجسم كالكبد، الرئة، الدماغ وغيرها. نعم نعم. طيب أخوي أحمد، بس سؤال السريع يعني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إيش كيف نوعي الناس بعد التحاليل، يعني التحاليل الدورية؟ طبعا أول حاجة الكشف المبكر، ندعو جميع النساء بالكشف المبكر، فهو يجنب كثير من يعني الأعراض وتجنب مراحل طويلة من العلاج والألم. فعلا الكشف المبكر عن طريق أولا الفحص الماموغرام عند عمر 40 سنة للنساء الذين ليس لهم عندهم أي عوامل أخرى. النساء اللي عندهم عوامل خطورة أعلى كالوراثة، أحد مصاب في العائلة، أكثر من شخص مصاب في العائلة، الأدوية الهرمونية، طبعا تكون بالفحص الذاتي والفحص الإكلينيكي ومن ثم جهاز الماموغرام والأشعة للكشف عن سرطان الثدي. طيب عندنا سؤال أخير من حبيب القلب يوسف. سيف، شو اسمك اليوم؟ سيف تفضل. أستاذة مها، هل هو المرض معدي أو ليس معدي؟ أبدا المرض ليس معدي. شكرا لك. طيب يعطيك العافية دكتورة مها، أسعدتينا وأنستينا. لو عندك كلمة أخيرة. رسالتي لجميع النساء، لا تنتظري أبدا ظهور الأعراض، عليك سنويا عمل الكشف المبكر، فهو بعد الله يجنبك مراحل طويلة من العلاج والألم. لا تدعي سرطان الثدي يقضي على الدافع لتحقيق أحلامك، لأن أكتوبر شهرك، نحفزك للكشف المبكر، كلنا معك، لا تترددي، فحصك الآن يعني الأمان والنتيجة خير. تحياتي لكم جميعا وتمنياتي بالصحة والعافية. تحية دكتورة مها.
شكرا شكرا دكتور ما يعطيك العافية. يعطيك العافية الله يحفظك. ختاما أعتقد أن الصورة اتضحت كاملة لجميع المشاهدين أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. أنا ما أنا أصريت على الإدارة، ممكن يعرفون الإدارة، من أول ما شاركت في البرنامج كنت مصر جدا إني إنه يكون فيه يوم خاص بسرطان الثدي، لأني فعلا أنا حسيت بالمعاناة. أنا من الناس اللي أصيبت والدتي بسرطان الثدي، خلال من فترة إصابتها إلى الآن، وما زال أثر الصدمة اللي جاتني ذاك يوم إلى الآن فيني، تمام؟ فأخذت على عاتقي إني أي منصة أو أي فرصة أحصل فيها مكان إني أقدر أتكلم عن سرطان الثدي إني أتكلم وأوعي الناس، لأنه واجب مجتمعي علينا جميعا. فأول شيء شاكر لكم على تفاعلكم وعلى على على أسئلتكم الحلوة، مثلكم شاكر لكم جميعا، شاكر لكم مشاهدينا الكرام. أتمنى أن الفقرة نالت على استحسانكم، ونلتقيكم إن شاء الله في الفقرة الثانية. البيئز يا أخواني طق رذن. حلوة فقرة جدا، ولقاء جميل. مبدع، شكرا مبدع لك. جدا شكرا مبدع. شكرا يا ابو هتان، والله مبدع. شكرا الله يبارك فيك. ان شاء الله يوفقك الله يبارك فيك. عبادة صح؟ تسلم مرتين في اليوم. الله يهينك عبادة، تدري اني احبك يا عبادة. والله استفدنا. الله لا يهينك. اسمعني يا عبادة، صراحه عبادة تكلم يا اخي، اثرائيه يا حبيبي. شكرا لك. الله يعافي والدتك ويطول عمرها. امين. جزاك الله خير، يخليها لكم. الله يجزاك خير، طول عمرك، طول عمرك. كان سلطان سلطان. يا حبيبي يا احمد يعطيك العافيه. سولف واخذه ها. لا الحلو الرسائل الحلوه الخفيفه.